بسم الله والابن والروح والقدس اله الواحد امين. انا اسمي كوتش بشاره رجب رزق مرسال، مدرب بتاع كره سله. واطفال الحولي ديل اتجمعوا مع بعد الكورونا مباشره، والهدف منهم بدل المدارس مواقفين والعيال يكونوا قاعدين في البيت ساي، احسن اننا نديم نشاط رياضي اللي هو في مجال كره السله. والهدف من المجال ده اصلا مش كورونا وبس، اصله ده هدف قديم، لكن احنا دايرين الاطفال يكون عندهم ليج بتاعهم، ليج بتاع اطفال، هم لازم يستمتعوا بالليج بتاعهم. ونحن الهدف منه دايرين ناسس حاجه اسمه اتحاد البرايم والناشئين. ده الهدف الاساسي، عشان له اي ولايه ولا اي مقاطعه يكون عنده ملعب بتاع برايم واطفال. نحن لو ملاحظين جنوب السودان كله ما في ملاعب بتاع برايم ولا اطفال، الملاعب كل الموجوده بتاع السله كلها بتاع كبار او شباب ما فوق ال 20 او 18، اما اطفال من دون 7 لحد 14 ما عندهم ملعب خاص بهم، لانه بيكون عندهم رين خاص، بيكون عندهم تخطيط خاص في الميدان، عندهم نوع بتاع كور معين، نوع بتاع جزم معين، ما زي لانه كره السله كره يعني بيمتاز بالطول وبيمتاز سله التحديد بتاعه عالي. اذا كده الاطفال بيكون عندهم مقاس معين بتاع السله، او بيقول له ثلاث ارباع باللغه العربيه، لكن بالانجليزي بيقول له ميني باسكت. ميني باسكت ده هو ما في كله جنوب، ما فيش حتى في السودان ما في، لكن نحن بنحاول بقدر الامكان بنعلمهم في الملعب ده اللي انتم شايفينه بتاع نمره 3، عشان يكون هم اللي يتعلموا الاساسيات والمبادئ بتاع كره السله. لما هم يوصلوا العمر بتاع 16 من دون لحد بكون عندهم اساسيات كامل، بعد كده بكونوا لاي كوتش يقدر يطبخهم زي ما عايزين. لكن هسه هنا في المبادئ ودايرين يكون لازم يكون عندهم مبدا بتاع كره السله صحيح، ويكون عندهم ليج، وان شاء الله في الايام القادمه حيكون عندنا ليج مسجل بطريقه رسميه، ويكون هو الدوري بتاع الناشئين والبراعم باذن الله في جنوب السودان. احتمال يكون اول دوري بتاع اطفال في ايست افريقيا باذن الله. نتمنى من الاسر دعم اطفالهم لكل مناشط بتاع الرياضه. ده رسالتي لكل اب ولكل ام ولكل خال ولكل عم، لانه هنا نحن الجنوبيين بنربي اولاد اخواننا، اولاد اخواتنا، اولاد عمنا، اولاد خالاتنا، بنكون في اسر مختلفه. فانا بتمنى من هؤلاء الكبار او اولاد المسؤولين ان يشجعوا الاطفال، يشجعوهم، يجيبوا لهم ملابس الرياضه، اللبس يكتمل، بس اللبس المكتمل للطفل بيشجعه، كل ما هو يلبس كبك جديد وشورت وفانيلا جديد، ولما يجي الملعب ويرجع بيكون مبسوط، وبديه روح قابليه للحياه ونشوه للحياه جميله. لانه الطفل زي نحن زي بنطبخه، زي ما دايرين نطبخ اي حاجه، الطفل ده بنعمله عجينه صالحه، لازم ان احنا نقدمه للمجتمع بطريقه جميله، ويلقى كله اللي نحن ما لقيناه في حياتنا، نحن نقدمه لهم. ده رسالتي لكل الاسر انهم يقدموا الاطفال للرياضه. الملاعب في الجنوب، لكن دير زول اللي بيشجع الاطفال، الطفل لازم تشجعه. ده رسالتي لكل ام ولكل اب. هل في اقبال من الاطفال في اقبال شديد من الاطفال، لكن اللي انا قاعد اشوف الاحباط اللي بيجي للاطفال، هو كان جاء الجزمه بتاعه انتهى خلاص، ده احباط. يعني لازم الطفل يكون عنده جزمتين، اقل شيء جزمتين، لانه جزم الاطفال ما غالي، بس محتاج مننا دعم مننا الابهات، نحطهم في الكليندر بتاعنا بتاع العمل، لانه الطفل داير برنامج، ببرنامج هو بيعيش، وبكون لنا زول في المجتمع زول نظيف او زول كامل، مع انه الكمال لله، لكن نحن في عندنا الكمال بتاعنا بتاع الدنيا لازم نديه للطفل، لازم. هل في جهه ابدا اهتمامه بدعم اطفال من حيث الميدان؟ في بعض الاباء بيجيبوا لنا كور، نحن طبعا مشاكلنا في الكور بتاعت الميني، انا بيجيبوا لنا كور بتاع كبار،
لكن في يعني زي جوستينو مودود كان جاب لنا كور بتاع برايم وناشين جاب لنا كورتين بارك الله فيه وواحد اخونا اسمه دين شغال في جمارك برضو وواني واني جيفيتو بتاع الماليه بتاع الاتحاد المحلي جاب لنا كوره وناس ما قاعدين يقصروا يعني بعض الناس في بعض اللعبة بيجيبوا كور لكن مقبوله بنشيلها منهم لكن اهم شيء اللبس للطفل اهم شيء اهم شيء ودعمه انه يجي التمرين تشتري له زمزميه بتاعت مويه حاجات يخليه يكون مهتم يحب الرياضه زمزميه تجيب له شنطه صغيره ياخد فيه ملابسه تشتري له سفنجه معاه بعد التمرين ده حاجات كلها نحن طبعا نحن ما في العالم القديم نحن في عالم كل شيء متاح يعني حسي جوبا ما عادش نتمنى انه ربنا يدي يزول الفينيتو لكن جوبا فيه اي حاجه بتاع الرياضه للاطفال يعني اي اب لو خش السوق في محلات بتاع الرياضه في كونيو كونيو في سوق جوبا في سوق جبل بيلقى الحاجات دي حتى في المستعملات ممكن ما بطل في مستعمل على مستوى اوروبي بيجينا هنا في جوبا يشتريه ويجيبه للطفل لانه الطفل ده هو يا النور بتاعنا بتاع المستقبل نتمنى من كل الابهات يعني يدعموا اطفال العيال بيحبوا الرياضه بيحبوا الرياضه شديد يعني حاسس في واحدين بيجوني يعني الساعه 6:30 بدقوا لي الباب انا بقوم بلتزم معاهم بديهم الكور وبيجي بتمرن معاهم يعني بيجي بدري خالص واطفال صغار انا قاعد استغرب معناته نحن عندنا قابليه العيال عندهم قابليه بس دار تشجيع من الاسر وانا بشكر كل اسر بتاعت الاطفال المعايده اللي قاعدين يخلوهم يجوا يتمرنوا ويرجعوا يعني ده بدل المدرسه حسي في زمن الكورونا ده الرياضه يكون بديل للمدرسه لحد ان احنا ما ندي لحد ما ندي الزمن بتاعت الدراسه ما يجي ان احنا نحولهم العصر ويكون يوم بعد يوم وبكون شنو؟ بكون هم يتمرسوا الرياضه ويتمرسوا المدرسه بكون لهم حاجه طبيعي يعني بكون هو نشيط بكون ذهن واعي وجسمه بدنيا بكون صحيا كويس وده بحافظه ذاته من حاجات يمشي يلعب في التراب ولا في الطين ولا في الكوشه حاجات بيجيب له امراض بيجيب له هنا لكن لما نيجي محل الرياضه لعب ويكون رياضه كره باسكت او قدم او طايره او يد او العاب القوه بكون حاجه جميله نتمنى يعني نتمنى انه من الاباء يساعدوا وهم يا سبونسر بتاع العيال لانه بهم هم وبالكوميونتي بتاعهم ممكن نعمل ملاعب بهم هم يعني عايز لو انا هنا 1000 اب قدم 1 جنيه من اجل ملعب نحن بنعمل ملاعب بيجيب لنا اسمنت بيجيب لنا حديد بيجيب لنا شيء نعمل ملعب خاص بالاطفال يعني نتمنى هذا حول الاباء حول الامهات يشجعوا البراعم والناشئين عشان يمشوا لقدام انا مركز على البراعم والناشئين لانه هم يا شنو ثمره المستقبل باذن الله نحن بنقدر نصل هذا غارت هذا المحل لكرة السلة عن هذا المشروع والله هم انا قدمت لهم اختراع شفوي فهم قالوا لي نعم بروبوزر عن احتياجاتي ونقدمه لهم هم بيشوفوا الامكانيات بتعمل بيقدر يعملوا هم هيقدموا لي فنحن معاهم في الطريق ان شاء الله وهم ادونا وعد كويس ما قصروا معنا لحد هذا ما وافقوا لي بالملعب انه انا بتمرن صباح المساء الغفير بفتح لي الباب في مواعيده يعني انا عندي الاسبوع كله من يوم الاثنين صباح ومساء يوم الثلاثاء صباح يوم الاربعاء صباح يوم الخميس صباح ما عدا يوم الجمعه صباح ومساء يعني الاتحاد بنظف لي الملعب يعني بخليه نظيف بخليه كلير الاطفال بيجوا بيلقوا الملعب مهيأ نحن عندنا مشكله بسيطه اللي هو مشكله المويه وده مشكله الجنوب كله ده مشكلتنا هسه عشان كده انا بقول اي طفل يجي بالمويه بتاعه وزمزميته معاه ولو ما في زمزميه اشتري كريستال واحد والكريستال الواحد ده بيستعمله هو براو الكبيره يجيب فيه المويه بتاعه ويشيله مويه يرجعوه البيت ويجيب معاه مويه لانه انا شايف في بعض الاباء ما بقدروا كل يوم يدي لجنه 200 جنيه يشتري قاروره بتاعت مويه فاذا عنده زمزميه بيملى من الزيره عادي في البيت وبيجي انت بتشتري زمزميه واحده بيقعد معاه سنين بيملى المويه بتاعه فيه وبيجي بيشرب اي شافه بيشرب في قاروره بتاعه او زمزميته ده من الحاجات اللي هنا انا بشجع انه الاباء برضه يشتروا للعيال فانا بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى انه صوت الرساله ده يصل لكل اب ولكل ام ولكل مسؤول من اجل الجنوب ومن اجل اطفال جنوب السودان ويكون ما محصور في جوبا يكون في كل الولايات العشر ان شاء الله ونحن
قابلين اي والي واي زول من المسؤولين، حبب انه نحن نمشي نمر الناس ويقدر يفتح مركز او يعمل اتحاد بتاع البرايم والناشئين، ان احنا بنقدر نمشي مع مسؤولين بتاعنا نمشي نعمل له الحاجه دي خلال اسبوع او اسبوعين، ونخلي له جو جميل وندرب له ناس ويواصل. طبعا احنا فتحنا نشاط للاطفال يكون عندهم حقوق، حقوق الطفل ده حقوق بتاعه لازم يلقاه. شكرا لكم جزيلا وجزاكم الله كل خير، نتمنى انه ذات ربنا يفتح عليكم ويديكم مركز بتاع اعلام اكبر من كده، وصوتكم يوصل لاي انسان. امين. شكرا جزيلا.